نمسك من الأول خالص وبعدين نرجع، يعني نمسك الشريط من أوله. أول تولي مسؤولية في نادي كبير هو نادي الزمالك، بيتك آه، لكن مفاجأة أعتقد ليك أنت شخصيا إنك تبقى مرة واحدة الرجل الأول في نادي الزمالك. احكي عن ما قبل ده وما بعد ده. والله هو الموضوع ما كانش الصدمة اللي يعني حضرتك بتفكر فيها بالظبط، لأني كنت رايح على أساس إنها دي فترة مؤقتة. ماشي. وده إلى حد ما شال من عليا، يعني شال من عليا شوية. تاني حاجة كان كلامي مع سيادة المستشار كان يعني يمكن لأول مرة هحكي تفصيل حصل، إن في الوقت دوت أنا كنت عندي أفكار كتيرة في التدريب كمدير فني، وإن كان الكابتن محمد صلاح، وطبعًا يعني لازم أذكره بالخير. طبعًا اسم كبير كمان. في الوقت ده أنا اتكلمت مع سيادة المستشار إن إحنا محتاجين مش بس واحد شكله وواحد وشه جديد، احنا محتاجين كلام جديد، طريقة تدريب تانية، اذا كنا عايزين نغير حاجة. لكن لو الوش وش مساعد اتغير ما افتكرش ده التأثير المناسب. لو انت محتاج واحد بس يعني يلم الولاد او يلم اللعيبة، فمش انا الشخص المناسب. انا اعرف كورة، اعرف تكتك، اعرف اعمل محاضرة ماتش، هعرف اعمل ده. فالفترة القصيرة اللي هتيجي انا مستعد اتحمل هذه المسؤولية. بس كمان دي كنت بتبيع له الفكره بتاعت انك تبقى موجود بشكل هو مؤقت. هو هيجيب كده كده مدير فني. حلو. كان كل هدفي ان الفتره المؤقته ديت اعمل شغلي. فاهم. كمان كلمت معاه وقلت له انا مش غبي. يا سياده المستشار انا فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل. انا دلوقتي بطلب منك المسؤوليه الكامله، وهلاعب اسماعيلي، ولو كسبت هلاعب الاهلي، ولو خسرت لا قدر الله انا نحس على نادي زمالك، الجمهور هيكرهني، مش هيتقبل وجودي. فده ريسك كبير جدا، لكن انا قابله. انا اقدر اتحمل هذه المسؤوليه. والحقيقه كان اللقاء مثمر، الكلام ما خدش 10 دقائق، كنا يعني وافق على طول والدنيا مشيت. هو نفسه راح نادي الكابتن محمد صلاح، نادي اسماعيل يوسف، قال لهم الكابتن مؤمن سليمان هو المسؤول مسؤوليه فنيه تامه عن الماتش الجاي واللي بعده. والحقيقه لازم برضه اذكر الكابتن محمد صلاح بكل خير، لان انا اصلا كنت متحرك جدا الموضوع، يعني حاسس انها غريبه شويه. لكن كابتن محمد صلاح اول يوم تمرين اللي احنا بنلعب 4 ضد 4 3 جوكر، لبس القميص عشان يكمل التمرين. فانا مستكبره، قلت له يا كابتن، قال لي انا عارف الشغلانه وهنفذها، هعملها. فقد ايه انا برفع له القبعه وبحيي. انا بحييه الحقيقه، ان هو انا دايما بقول الكلمه دي، كابتن محمد صلاح واحد من الناس اللي سهل التعامل معاهم، لانه من جوه صافي جدا. اخويا الكبير وكابتني، وبتمنى له كل خير، ودايما ذكرياتي معاه تفضل زي ما ده، لان هفتكره الموقف ده. مش قليل جدا من الناس يعملوا كده. صح. فانا بقدر له ده كله. انا عمري ما شفت حد الحقيقه بيتكلم عليه بشكل سلبي، فانا بحييه من هنا. فالحمد لله الكوره مشت، كسبنا الماتش الاولاني وكسبنا الاهلي.